أنا أفكر في محافظ البصرة أكثر ما أفكر في أي موقع آخر بما فيها رئاسة وزراء. بعض البعض يقول أنه أسعد العيداني ممكن كذا إلى آخره، أنا حكيتها في لقاء آخر. أطمح يعني أنا على مستوى الشخصي أنه تستمر الحكومة التي أسست هذه، ممكن أنه نجحت في يعني إحنا بعد يوم على الانتخابات، هاي الحكومة نجحت في إجراء كان هدفها الأساسي تثبيت الأمن. نقول حتى نكون كلش واضحين، في لحظة من اللحظات العراق وصل إلى ممكن انهيار نظام السياسي، خصوصا البصرة. لا لا مو البصرة، لا البصرة لا ما سمحنا بهذا الشيء. العراق بصورة عامة بعد احتجاجات تشرين وصل إلى نقطة ممكن أنه انهيار النظام السياسي العراقي بالكامل. شفت المخاض أنه شكلت هذه الحكومة برئاسة الأخ، وأنا صديقي السيد رئيس مجلس الوزراء، وحتى بعدها ما ريحك أكبر أنا داعم له أن يستمر في ولاية ثانية. إيه أنا أقولها خليه يستمر، مع أنه بعض الملاحظات على بعض التشكيلة الحكومية. أنا هسه اليوم نحكي بصراحة. نعم. ليش؟ لأنه أنت اليوم إجيت أنطي فرصة للي يعمل. يعني اليوم خلي أسعد العيداني ياخذ فرصته بالبصرة حتى يكمل مشروعه. أنطي فرصة إلى رئيس وزراء أن يكمل مشروعه. إجت حكومة ميزانيتها صفر. أنا شفتها جت ميزانيتي صفر في محافظة البصرة، بس كنت مطلوب 160 مليار. هذه نقطة. النقطة الثانية الجائحة واللي اجتاحت العالم أجمع بما فيها العراق، أسعار النفط انهارت وعندك أنت تريد تنهض بالبلد من مشاكل كثيرة، أولها عليك أن تقيم انتخابات دعت لها المرجعية ودعا لها الشارع العراقي وكل الكتل السياسية اللي صوتت لك رئيس وزراء، تريد منك انتخابات مبكرة. تمام تمام لو لا تمام. اليوم أنت بعد يوم راح تقيم انتخابات مبكرة، الكل الآن شوف الهدوء اللي تم بالبلد أنه هذه الانتخابات، وأيضا رسالة مهمة من المرجع. شوف عد ما البلد يتعرض إلى مخاطر، شفنا طلعت رسالة السيد المرجع الله يحفظه بخصوص الجهاد الكفائي وحمة العراق. الآن هذه الرسالة ما توازي ذاك، لأن المخاطر كانت أكبر، لكن الرسالة أنه للمواطن، أقول أنه المواطن العراقي عليه أن يذهب إلى صناديق الاختراع.